هلا السلام عليكم مشاهدين قناة كابتن فلاور، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير، امركم هانية انتم مزيان؟ اليوم ان شاء الله غادي نمشي والبحر ديسلا. اخر بحيرة مع العائلة، غادي نمشي للبحر ديسلا وهانتوما معانا. ديري باي باي. يلا عومي قصي اسرع عومي. الطيب ديال الولاد ماشي بحال الطيب ديال العيالات. المهم هنايا هو صلود البصله، وغادي يدير مطيشة حتى ينقيها. المهم هاد الوصفة هادي، غادي نشلدو البصله بحال هكا، وغادي نديرو مطيشة تا هي، وغادي نديرو مطيشة ديال الحك والثومة والعطرية ديالنا. صافي هنا غادي يقرد مطيشة و نبداو نديرو العطرية ديك الساعة. صافي هنا يحك الثومة، هما هنايا جوج معالق ديال مطيشة ديال الحك. صافي غادي نديرو القياس ديال المرقة ديالنا. هذا مصح، حنا العيالات كنشحرو وهو مشحر ما حتى شي حاجه. صافي ويدير شويه ديال الزيت، الزيت والماء ياك. كاعو كيهضر. شنو دابا دير هاد الشي فوق البوطة؟ دير العطرية، دير العطرية. ملي شتي واحد زعما مكيشحرش، تا ليك نتايا مكتشحر لا بصلة لا والو. نديرو لاصوص و اللون عاد تنزل. دابا نديرو اللحم. كنور ديال اللحم، ديال اللحم، كنور ديال اللحم. دابا هنايا غنديرو البزار، معلقة صغيرة ياك. ملح، تمام، معلقة صغيرة،
كاين جبيه هي شويه راس معلقه، راس معلقه صغير ما خليك خلقو. من هنا يزيد اللحم وغادي يدير كنور. من ما فرتو ولا شوف انت اللي سلكاتك كثيره. صفر ميت نص وادير لنا شويه ديال السوداني. دير شي فوق البوطه وغادي نديروا الماء نحدد لك هذه الخطه. يلا ما كتسحر ما والو نيشان صافي. هي البنات هنايا دار ديباغ هنايا كيفاهو صافي. هي بقى لي دابا غير طيب وغادي نوريكم الطبق النهائي كي جا. صافي البنات ها هو الشكل النهائي ديال البكبوك.